ازيك؟ عامل ايه كويس؟ تمام. انت اخبارك ايه؟ طمني، طلعت بقيه الحاجه؟ لا لسه يا باشا. مستني ايه؟ الجو هادي وامان اليومين دول. ما هو احنا يد يا باشا كنت طلعتها من بدري، انما مش عارف اطلعها دلوقتي. نعم، انت مش بتقول ان الحفر في بيتك؟ مظبوط، الحفر في بيتي، ومطلع حته الاثر ديت انا والشيخ بتاع المغرب وعم الشيخ ودقن الطريه دي. بس اقول لك على حاجه يا باشا، قال لي ما تحفرش هنا الا بعد 7 ايام. ايه 7 ايام؟ كتير قوي يا معلم. يا باشا عدى يومين بقى لسه 5. برضه 5 كتير، انا محتاج الحاجه دي بسرعه، محتاجها في اسرع وقت. مش هينفع يا باشا امد ايدي في اي حاجه زي ما الشيخ قال لي. قال لك ايه بس يا معلم؟ انت مش عرفت مكان الحاجه؟ خلاص ما تستناش، طلع على طول. ماشي. لا لا يا عم، لا انا خالف امر سيدنا الشيخ، هيحصل له اي حاجه؟ لا مش هيحصل له حاجه. تاني هيقول لي شيخ؟ يا عم ده مش شيخ، ده دجال ودوره خلص لحد كده خلاص، ومش بعيد يكون بيعمل كده عشان يطلع من وراك بقرشين ولا حاجه. يعني طلع وعلى ضمانتك؟ امال ايه، ده عيال ولاد لذينة بيلعبوا بالبيضه والحجر. انجز انت بس وطلع الحاجه وما تسمعش كلام. في شرق القاهره على هضبه الجبل، شمخة وشهدة على أحداث تاريخية وعمارة زخرفية على غرار قلاع الشام، حيث كان لكل مدينة قلعة تحميها، لذلك قرر إنشائها في العصر الأيوبي لوقف الأطماع الصليبية. ولمحمد علي باشا فيها قصر ومسجد وخطط عبقرية. استني استني يا طمطم، ما تقوليش، أنا هفكر فيها وأعرفها لوحدي. فكري فيها على راحتك، ولما تعرفي ابقي قوليلي. يا عم شكشك يا عم شكشك. ايه يا مزعج، عاوز ايه؟ انا عرفت اللي يعرف مكان الكنز. مين يا فالح؟ خبير اجنبي في عالم الجن عند الشيخ عاشور. انت بتخرف وبتقول ايه يا واد يا مجنون انت؟ خبير ايه وجن ايه؟ جن لما يركبك. انا بتكلم جد يا عم شكشك، الناس كلها بتقول انه طلع كنز من دار المعلم حنجون. بطل تخاريف يا واد انت، الجن قال. يا عم شكشك، ما الناس هي اللي بتقول، هو انا جبت حاجه من عندي؟ بقى بعد اللي شفته من عاشور الدجال لسه بتصدق النصب ده؟ ايوه يا عم شكشك، بس ده خبير اجنبي. كلهم نصابين ودجالين. ده طلع كنز المعلم حنجون. انت بتصدق الكلام ده يا ولد؟ وما صدقش ليه؟ ما العالم كلها مصدقاه، ده ابوكي وطمطم بقالهم كتير بيدوروا على الكنز، مش يمكن الكنز ده يجي على ايده هو؟ اسكت يا جاهل، ما تقولش الكلام ده، الكنز الحقيقي ما حدش هيلاقيه غير بوجي وطمطم. يا عم شكشك، انا مش قادر استنى لحد كده، الواد بتاع المحمول كل يوم بيطالبني بفلوس، انا هروح اجيب الخبير ده يطلع الكنز من العشه بتاعتي. برضه مفيش فايده فيك، يا ابني ده نصاب. فاهم يعني ايه نصاب؟ هو انا هنزل يا عم شكشك، انا عايزه يطلع لي بس الكنز يا المعلم حنجول. لا انت مفيش فايده في مخك ابدا، روح روح خليهم يضحكوا عليك، روح. الله، مش عايز؟ هات العصايه يا ولد. في ايه يا شكشك؟ بزعلي الناس يا بابا، انا مش عارف جرى في مخها ايه، ماشيين ورا اوهام عاشور الدجال لما حيوديهم في داهيه. هو عاشور رجع تاني يا شكشك؟ ومش لوحده، لا جايب معاه قال ايه خبير اجنبي يا بابا، من بلاد بره يعني. لا ايه الخبير الاجنبي ده كمان؟ اهو نصاب زيه. هي حصلت مستورد نصابين كمان من بلاد بره يا ناس، مش كفاية مدربين الكورة؟ بلاش اتكلم بقى لحسن يزعلوا مني. المصيبة يا بابا ان الناس في الحارة مصدقاه. عندهم حق، مش اجنبي. اه طيب والعمل ايه يا بابا؟ هنسيب النصابين دول يضحكوا على الناس ويستغلوهم؟ طب لحد امتى؟ مش هنسكت يا شكشك، بس اخلص الكتاب ده قراية وبعدين نشوف هنعمل ايه. تعال تعال اقعد اسمع شكشك. هو ده وقته يا بابا؟ وبعدين انت بتتفرج على التلفزيون ولا بتقرا؟ اه ايه الاتنين الاتنين يا شكشك.
مباحث مباحث جايين يقبضوا على مين في الحارة اهو مين فين المباحث سهلة اهو ماشي هناك اهو هناك اهو دول جايين يقبضوا على حرامي هو اللي جايين يقبضوا علينا استنى وانا بصداع دول رايحين ناحية بيت حنجول يا رب يقبضوا عليه هو والنصاب اللي معاه يا رب ولا يمكن الحكومة جاية تدور على الكنز ولا يمكن جايين يدوروا على الناس اللي بيحفروا على الكنز بس اهم جايين وده مين اللي قابضين عليه ده المعلم حنجولة ولا يا باشا ما خلص ليه ما باشا ما باشا ما يصحش اللي بيحصل بيه ده انا كبير الحارة يا باشا يا بوس ده خبير من بلاد برا باصل تكاريف وركز في شغلك الكنز اللي احنا عاوزينه ما بوجي مش ما حد تاني يا بوس انا كان قصدي يعني ان الدجال ده ممكن ينفعنا في اي حاجة برضو هتقولي دجال تاني المكالمة انتهت غريبة اوي ايه الحكاية دي كل واحد اكلمه يكنسل في وشي غريبة اوي بوجي تعالى يا بوجي شوف زيزي بعتت لنا معلومات عن المكان اللي هنروحه بكره مكان ايه قلعه صلاح الدين الايوبي قصدك قلعه محمد علي انا عارفها لا قلعه صلاح الدين الايوبي جرى ايه يا طمطم ما كل الدنيا عارفه انها اسمها قلعه محمد علي غلط يا بوجي اللي بنى القلعه صلاح الدين الايوبي محمد علي بنى فيها مسجد بس على فكرة بقى اللي اسمها زيزي دي مش عارفة اي حاجة خالص في الدنيا وبعتلك معلومات غلط اللي انت بتقوله هو اللي غلط يا بوجي كده؟ طب لما نقابل بقى مروان بكرة انا هعرف مين الغلط ومين الصح هو مروان اتأخر كده ليه يا طمطم؟ الغايب حجته معايا يا بوجي احنا عارفين ظروفه ايه طيب ما تتصلي بيه كده على الموبايل اتصلت وتليفونه مقفول من امبارح الله هو قفل تليفونه ليه بس هو مش عارف ان احنا المفروض ان احنا نتصل بيه النهارده احاولي تتصلي تاني انت مالك مستعجل قوي كده ليه يا بوجي ما لسه بدري يا طمطم اصلا انا جاني هاتف هاتف جديد ولا مستعمل جديد ومستعمل ايه بس يا طمطم موبايل يعني ما هو اسمه هاتف برضو المهم بكاميرا بطلي بقى يا طمطم الحاجات اللي بتعمليها دي انا جاني هاتف يعني عندي احساس ان الكنز جوه القلعه ما انت كل مره بتقول الكلام ده يا بوجي وما بنلاقيش حاجه قصدك ايه يعني يا طمطم ما اقصدش طيب لو سمحتي بقى اتصلي بمروان دلوقتي وشوفيه اتاخر ليه امري لله اهو جرز اهو طب الحمد لله يا رب يرد بقى تليفون مين اللي بيرن بقى مش انا ولا انا يا سلام ملهزاش شغاله اهو فتلة انت لا بتحس ولا بتسمع يا ابني رد على التليفون يكون الباشا عايز حاجه الباشا واقف هناك اهو صحيح ده الباشا هو وبعدين الرنة والهزة دي مش بتاعت الباشا ولا فيه انت مسجل تليفونات حد تاني غيرنا ها لا والله العظيم ولا اي تليفونات ولا اي حاجة غريبة والله العظيم اهو بيه والله العظيم ما في غير ارقام كنتو بس والله تعبخ يعني ليه بس يا فتى ليه بس تسجل ارقام غريبة ليه ده احنا ستر وغطى على بعض اسكت ساكت يا مصباح لا ما اسكتش انك تسجل ارقام غريبه ما ينفعش خلاص اقفل الخط ايه يا بيه حاضر حسابكم معايا بعدين يا فشله رد بقى يا سي مروان ايه يا طمطم رد قفل الخط ازاي يقفل الخط هو عاوز يبوظ لنا اعصابنا ولا ايه طب ايه رايك بقى ان انا هدخل من غيره يلا يا طمطم اصبر بس شويه يا بوجي لا مش هستنى صباح الخير صباح النور يلا يا طمطم مش هستنى اللي اسمه مروان ده
انا مروان يا بوجي. مروان مين يا عم انت؟ انت باين عليك من العصابه مش كده يا بوجي؟ انا مروان يا طمطم. انا مروان. صحيح ده مروان. وايه اللي عمل فيك كده يا مروان؟ يا حرام. مين اللي عمل فيك كده يا مروان؟ هو انت اتخانقت مع حد ولا حاجه؟ اصل انا عملت حادثه يعني، دخلت في توك توك. توك توك؟ طب مش تبقى تخلي بالك يا مروان. الف سلامه عليك يا مروان، احنا كلنا قلقانين عليك. طب وتليفونك؟ تليفوني معاك مش كده يا طمطم؟ نسيته معاك امبارح مش كده؟ نسيته ايه يا مروان؟ انا بتصل عليك من امبارح مقفول. خدوه مني ولاد الايه؟ هما مين دول اللي خدوه يا مروان؟ بتوع التوك توك خدوه مني. يلا يلا بينا عشان ندخل قلعه صلاح الدين. قلعه محمد علي يا مروان، ركز شويه. ولا الحادثه اثرت على مخك ولا ايه؟ الحادثه ما تفكرنيش، بس الحمد لله ان انا لسه فاكر ان دي قلعه صلاح الدين. مش قلت لك يا بوجي قلعه صلاح الدين الايوبي؟ ما تركز يا مروان في ايه. ركز انت شويه يا بوجي. صلاح الدين امر ببناء القلعه دي فوق قمه الجبل، واللي بناها وزيره ودراعه اليمين بهاء الدين قراقوش. بهاء الدين قراقوش دراع صلاح الدين الايوبي اليمين؟ ايوه مظبوط. طب خلي بالك انت بقى من دراعك الشمال.